السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت الحديث بلفظ آخر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء أنهما قالا لأنهما لقيا رجلاً من أهل البادية فقال له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: نعم، سمعته يقول: إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث العظيم اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئاً، وهذا لفظ عام يشمل كل شيء يتركه الإنسان ابتغاء مرضات الله. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً لله، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الترك خالصاً لوجه الله تعالى، لا خوفاً من سلطان أو حياءً من إنسان أو لعدم القدرة على الفعل أو لغير ذلك. الجملة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه. هذا جزاء من قام بهذا الشرط، وهو أن يكون الترك لله عز وجل أن الله جل وعلا يعوضه خيراً مما ترك وأفضل. والعوض قد يكون من جنس المتروك وقد يكون من غير جنسه، كمحبة الله جل وعلا وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وما إلى ذلك، ويكون في الدنيا والآخرة كما علم الله جل وعلا المؤمن أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال قتادة بن دعام السدوسي: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل إلا أبدله في عاجل الدنيا قبل الآخرة. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإن تركها فاكتبوها حسنة، فإنما تركها من جرائي أو من أجلي. وإذا هم عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها بعشر أضعافها إلى 700 ضعف. أيها الإخوة الأفاضل، الأمثلة كثيرة التي تبين عظم خلف الله جل وعلا لعباده على ما تركوه من أجله. المثال الأول ما قصه الله جل وعلينا في كتابه من قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. خلاصة هذه القصة أنه كان رجل يحب الجهاد في سبيل الله، وكانت عنده خيل كثيرة وكان يحبها حبا شديدا، فاشتغل بها عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فلم يصلي صلاة العصر، فأمر بها فردت عليه فأمر بضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف إيثاراً لمحبة الله جل وعلا. فعوضه الله جل وعلا بالريح التي تقطع في اليوم الواحد ما يقطعه غيرها في شهرين. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الآيات. المثال الثاني، الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم وأولادهم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، عوضهم الله جل وعلا بأن جعلهم حكام الأرض وقادة الدنيا، وفتح عليهم من خزائن كسرى وقيصر، ومكنهم من قلوب هؤلاء الجبابرة كسرى وقيصر مع ما يرجى لهم من نعيم الآخرة، فشكروا ولم يكفروا، وتواضعوا ولم يتكبروا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. روى الحاكم في المستدرك من حديث عكرمة وحسنه بعضهم أن صهيب الرومي لما هاجر من مكة إلى المدينة تبعه رجال من كفار قريش، فنثل كنانته وأخرج منها 30 سهما، وقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، ثم أصير بعد إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت لكم بمكة قينتين، أي جاريتين، فهما لكم. فتركوه. وأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. المثال الثالث والأخير، يوسف عليه الصلاة والسلام عرضت عليه المغريات في أرقى صورها، امرأة العزيز وكانت ذات منصب وجمال، عرضت نفسها عليه فاستعصم بالله عز وجل، بل وآثر أن يسجن على أن يقع في هذا الأمر المحرم، فعوضه الله جل وعلا بأن جعله على خزائن الأرض، وعلمه من تأويل الأحاديث وأصبح عزيز مصر. قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه السميع العليم. وقال سبحانه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.